السلام عليكم. الشباب اللي كانوا تابعوني من زمان اكيد حيفتكروا الشخص العزيز على قلبي اللي حصوره الان، كابتن عمار. يا هلا والله. صورته معي في امريكا لما جاء زارني ونورني هناك، وطرنا مع بعض رحله كانت جدا جميله وصورناها ونزلناها حتى على اليوتيوب. الله يحفظك كابتن عمار. مدرب طيارين، درب في امريكا ما شاء الله تبارك الله، وفي السعوديه حاصل على CFI وCFII وMEI وجميع الاندورسمنت، التيل ويل وسي بلين، وما شاء الله تبارك الله. نتكلم بصوح ما شاء الله، عقبالك وعقبال الجميع ان شاء الله. ان شاء الله حبيبي، الله يحفظك ويسعدك، ومن الناس القريبين على قلبي وتعلمت منهم كثير صراحه. وكابتن عمار حاليا عامل دورات للي حابين يتعلموا الطيران، تجهيز الطلاب قبل يطلعوا امريكا للريتن اكزام والجراند سكول بشكل كامل. الان كابتن عمار حيدينا فكره عن الدورات اللي هو بيقدمها، وفكره سريعه كده حيبسط لنا اياها حبيبي احمد. طيب، الدورات حاليا الموجوده عندنا دوره البرايفت ودوره النسرمنت. الدوره بشكل عام هي كومبليت جراوند سكول، حتشرح لكم كل الحاجات اللي تحتاجونها من الالف الى الياء، وراح تجهزك على الريتن تيست. الريتن تيست هذا هو الاختبار النظري اللي تحتاجه عشان تبدا الدراسه الفعليه للطيران، خاصه للمدارس ال 61 الموجود حاليا. انا شغال جاهز الدورات اللي هي البرايفت والنسرمنت، وقريب ان شاء الله حيكون عندنا الفريش كورس، وحيكون عندي كمان الكوميرشال بايلوت. اذا حاب تسجل وتعرف الاسعار وكل شيء، راح احط احمد احط لكم اللينك حق الدورات، تدخل حتلاقي كل التفاصيل هناك. ولو عندكم اي استفسار ممكن تتواصلوا عن طريق الايميل او عن طريق حسابي، والله حيكم اي وقت. شكرا لك كابتن عمار حبيبي.